صوت حرف اليوم مع السكون هو حرف التاء الساكنة. هيا لنكرره مع الحركات القصيرة مع الفتحة. ت تمر ت تمر. إذن ت تمر. مع الضمة ت تفاحة ت تفاحة. مع الكسرة ت تمساح ت تمساح. أخيرا ت تمساح. أحسنتم يا أبطال. هيا لنكرره مع المدود الطويلة. تا تاج تا تاج تا تاج. تو توت تو توت تو توت. تي تين تي تين تي تين. أنتم رائعون، لقد تعلمتم حرفا عربيا جديدا وست مفردات. الآن قولوا لي ما هو لون الكلمة التي تحتوي صوت الحرف الجديد؟ طبيب أم أسد أم تلفاز؟ هيا يا أبطال. أحسنتم، إنه اللون الأخضر. من يعرف كلمة أخرى تحتوي حرف التاء؟ شاركوها معنا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء، دمتم في أمان الله.